انا قلت لكم قبل كده الكلام ده، كلام انا عايش معاكم الحكايه. وفي 2014 لما جيت في الترشح انا قلت الكلام ده، بس كان على عدد السكان ساعتها، يعني 7 سنين لو قلنا 2 زدنا 14 مليون. طب انا زدت في يعني جالي ارقام دخل زياده تكفي هذا النمو ال 14 مليون؟ لا. طب ده عجز من الدوله؟ لا. قدره الدوله مش متمشيه مع قدره نمو الدوله، الاثنين مش زي بعض. يعني انا لو عندي مصروف 1000 جنيه دخلي مش 1000 جنيه، فيبقى في عجز. انا مش بتكلم في موازنه، انا بتكلم في عجز القدره الاداء. يبقى احنا دايما ده بينعكس على النتيجه. سيد وزير الاتصالات موجود؟ دكتور عمرو موجود؟ اه. انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا كنا بنتكلم من كام شهر يا دكتور مصطفى عشان عايزين نعمل مستوى متقدم قوي في النظم، مش كده؟ طيب عشان بس بقول لكم، احنا بيتخرج من عندنا 700,000 في الجامعه، مش كده يا دكتور خالد؟ 700,000. انا كلامي كاشف ولا مؤلم؟ مؤلم؟ لا صحيح. طب هقول لكم حاجه، فقلت له الكلام ده بدانا من 3 سنين ايام الدكتور ياسر ما كان ماسك وزير الاتصالات قبل منه، فعايزين نعمل ندي فرص عمل مبنيه على النظم لان هي اقل تكلفه. فلما نزلنا للوعاء بتاعنا، انا بقول لكم يا مصريين كلكم، يا اللي انتم مهتمين بمواطنيكم واهلكم واولادكم ومستقبلهم، ففوجئنا ان احنا الكلام ده يعني يخفض معنوياتنا اللي هقوله. والله ان كل الكلام ده لا يزيدني الا اصرار شديد على القتال والعمل من اجلك يا مصر، قسما بالله، قسما بالله. مش يعني لما بسمع كده اقول ايه مفيش فايده، لا، بس انا بديكم المثال ده. سوق العمل اللي انا بتكلم عليه ده فيه على مستوى العالم